اول حاجه تنبغي نشكر الجماهير على الدعم ديالهم، والحمد لله ربي ما خيبناش. مقابله ما كانت سهله، سي ماتش بيج بحيت ديجا ربحنا لي تما ماتش الي 1-0، دونك هنايا كان ماتش صعيب والحمد لله ربي وفقنا. وتنبغي نشكر الجماهير وتنبغي نشكر اللاعبين على المقابله. كيف ما شاف جميع نتيجه ايجابيه غتخلينا غاديين في لاكورس مزيان. باقي تابع لنا مباراه، عندنا نهار الثلاث مباراه اولمبيك اسفي، نتمنوا من الله باش نجيبوا شي نتيجه ايجابيه اللي تخلينا غادي في لاكورس مزيان. الحمد لله.